في راجل فعلا في من المواصفات والكمال لدرجة انه ممكن تعملي اي حاجة وتضحي باي حاجة عشان الراجل ده ما يتسابش، ولو مشي من حياتك مش هتعرفي تعوضيه براجل تاني، لانه احسن حاجة موجودة في الدنيا قدامك وفي نظرك وقدام عينيكي، ولا اي راجل ممكن يتساب؟ وايه مواصفات الراجل اللي ما يتسابش يا استاذة انتصار؟